في إطار مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الحضري، تمكنت مصالحي بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بوادي الهيو في عمليتين مفصلتين من توقيف 3 أشخاص، 1.07 كيلوغرام من المخدرات و895 كبسولة من المؤثرات العقلية. القضية الأولى جاءت على إثر نقطة مراقبة أمنية، تم توقيف شخص علامة المركبة من نوع رونو سامبول، بعد تفتيشها ضبط بحوزته على 1.07 كيلوغرام من المخدرات، كانت مخبأة بأحكام داخل المركبة. بعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية تم توقيف شريكه الثاني في القضية. القضية الثانية جاءت على إثر ورود معلومة مؤكدة إلى مصالحي، مفادها وجود شخص يقوم بنقل وترويج المؤثرات العقلية وسط الشباب. بعد الترصد للمشتبه فيه تم توقيفه علامة المركبة من نوع كيا بيكاتو، أين ضبط بحوزته على 895 كبسولة مهلوسة من نوع بريكا فالين. تم إنجاز ملفين إجراء قضائيين منفصلين ضد المشتبه فيهم، قدموا بموجبه أمام العدالة.